شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم الحفل الختامي لبطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ومعالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرماية وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية. وقد تفقد معالي الوزير والحضور الكرام ميادين الرماية واطلع على التجهيزات القائمة فيها بجانب الأسلحة والمستلزمات والمعدات الخاصة لفرق الرماية. بعدها شهد معالي الوزير جانبا من المباراة النهائية حيث أشاد معاليه بالمهارات المتميزة والمستوى الرفيع الذي شهدته بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية، بالإضافة إلى الكفاءة التي أظهرها الرماة والروح الرياضية العالية والمنافسات الشريفة التي اتسموا بها، منوها إلى أن الرماية من الرياضات الأصيلة التي نعمل على تشجيعها وزيادة انتشارها، معربا معالي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية على دوره المتميز في إنجاح البطولة والتعاون والتنسيق المستمر مع الاتحاد الرياضي للأمن العام. من جهته أكد العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام أنه بفضل التوجيهات السديدة لمعالي وزير الداخلية والمتابعة المستمرة لسعادة رئيس الأمن العام خطت وزارة الداخلية خطوات رائدة في تعزيز الثقافة الرياضية لدى جميع منتسبيها من ضباط وأفراد، وما كان ذلك ليتحقق لولا حرص واهتمام معالي الوزير بتلبية كافة المتطلبات وتنفيذ برامج الإعداد المتطورة التي ساهمت في دفع وتشجيع أفراد الفريق نحو المنافسة لبلوغ الهدف المنشود، والتأكيد على أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة رجل الأمن. وأضاف أن الاتحاد الرياضي للأمن العام بذل جهودا كبيرة لتنفيذ الخطة التي رسمها معالي وزير الداخلية للارتقاء بالجانب الرياضي والتي كانت وفق برامج تدريبية عالية الجودة أشرف على تنفيذها مدربون ذو خبرات وقدرات تدريبية متقدمة، وأسهمت في رفع كفاءة الفرق الرياضية التابعة للاتحاد لا سيما فريق الرماية. وقد تفضل معالي الوزير ومعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية بتتويج الفائزين في المسابقات الأربع: البندقية، المسدس، الشوزن، القوس والسهم، حيث أقيمت هذه البطولة والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية في الفترة من 19 وحتى 25 من فبراير الجاري بمشاركة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.